يعني منذ إطلاق عملية طوفان الأقصى في 7 أكتوبر، العاملين زي ما ذكرتي في القطاع الإعلامي تعرضوا للعديد من الانتهاكات والاعتداءات الإسرائيلية، وطبعا هذه الجرائم مرت بلا محاسبة. هلا رح يكون معنا وينضم إلينا عبر الهاتف عضو المجلس التنفيذي لمعهد الصحافة الدولي وليد البطراوي. أهلا وسهلا بك أستاذ وليد. صباح الخير. أهلا، صباح النور. أهلا وسهلا سيدي. أول شيء بدنا نسألك، ما هي أعداد الصحفيين اللي تم استهدافهم خلال تغطية العدوان الإسرائيلي على غزة مؤخرا؟ خليني بداية أضم صوتي لصوتكم في يعني الشد على أيادي زملائنا الصحفيين في غزة اللي عم بنتابعهم ونعرف الظروف الصعبة اللي بيشتغلوا فيها. بعضهم ما نمش من يوم ما بدأت هذه الحرب المجنونة. صح. بعضهم قدروش يوصلوا عائلاتهم ليطمنوا عليها، فهم موجودين في وضع ما بين انه يقدموا العمل بشكل مهني وايضا بنفس الوقت قلقين على عائلاتهم. نعم. في المقام الاول واقاربهم، فانا بحييهم وبشد على ايديهم واتمنى ان تنتهي هذه الحرب على غزة باسرع وقت حتى يعودوا الى عائلاتهم ويعني تعود الحياة إلى غزة كما نعرفها. أتمنى. نعم. بالطبع يعني حتى قبل يومين كانت الأعداد هي 11 شهيد من بين الزملاء الصحفيين، إضافة إلى مجموعة أخرى حوالي 4 إلى 5 أشخاص من صانعي المحتوى، إضافة إلى اعتقال في غزة في أول يوم بالحرب أو اختفاء 2 من زملائنا اللي أنا كمان بعرفهم شخصيا. الليلة الماضية تم في الضفة الغربية اعتقال 4 صحفيين من مناطق مختلفة في الضفة الغربية. إذن هي بما يتعلق في قطاع غزة، طبعا الصحفيين الفلسطينيين اللي موجودين في قطاع غزة هم جزء من الشعب الفلسطيني اللي موجود في غزة، وكل ما يتعرض له الشعب الفلسطيني بالتالي يتعرض له الصحفيين اللي في غزة. ولكن احنا بنعرف انه استهداف الصحفيين هو مش من اليوم. نعم. انا صار لي 32 سنة بشتغل في مجال الاعلام وتغطية الاخبار ولم اشعر يوم بالامان، وهذا شيء صعب. انا كمان مدرب في مجال السلامة المهنية والبيئة المعادية، العمل في البيئة المعادية. دائما احنا بننصح الصحفيين باتخاذ يعني الاجراءات والاحتماء والى اخره، ولكن في غزه ما في اي مكان امن للاسف، وبالتالي الوضع صعب. يعني الخوف عندما ترافق الصحافه او عندما يرافق الخوف الصحافه وتبقى الكلمه غير مهتزه او غير مرتجفه وتعاكس الطبيعة البشرية، لأن الطبيعة البشرية بتخاف، فالصحافي الذي أصبح يملك قلبا حديديا وإرادة حديدية أن ينقل الحقيقة بغض النظر عن الظروف في البيئة المعادية له كل الاحترام. طبعا أنا كتير تأثرت أستاذ وليد لما حضرتك حكيت أنه صار لك أكثر من 30 عام بتشتغل ولا يوم شعرت بالأمان. نعم. يعني بالفعل إحنا منحييكم ومنرفع لكم القبعات ونقف احتراما وإجلالا للدور النبيل والسامي اللي عم بتقدموه في هذا النزاع الطويل والمؤلم والمزعج. اليوم أستاذ وليد أيضا التعمد لإهانة واستهداف الصحفيين من قبل عناصر الاحتلال الإسرائيلي بالرغم من أنه هذا الكلام موضح بالقوانين الدولية، كيف بتعلق عليه؟ نعم، يعني في كل العالم شارة الصحافي وشارة الصليب الأحمر وشارة الهلال الأحمر وشارة اليو أن، هذه شارات محترمة وتحترم دوليا وهي طبعا محمية بموجب يعني ميثاق جنيف الرابع. والصحفيين كونهم صحفيين بغطوا الصراع هم يعتبروا يعني من ينطبق عليهم ما ينطبق على المدنيين، لكن للأسف لم تعد هذه الشارات ومن ضمنها شارة الصحافة تحترم وإنما تنتهك، وأيضا ربما أصبحت نقمة وأصبح هناك استهداف لمن يحمل هذه الشارة. أنا في كثير من الأحيان أفضل أن لا
أبرز هويتي كصحفي، خاصة في أماكن في الضفة الغربية. يعني على سيارتي مثلا أنا ما بحط إشارة صحافة إلا فيما نذر، يعني بقيمها وبحطها في بعض الأحيان. نعم. لأنه يعني الواحد ممكن يكون مستهدف من الجميع. الآن الأخطر يعني لما السلطات الإسرائيلية والاحتلال الإسرائيلي بيستهدف الصحفيين بشكل مباشر ويفلتوا من العقاب، هذا يشجع المتطرفين والمستوطنين وحتى المواطنين الإسرائيليين العاديين إنهم ينتهكوا حرمة الصحفيين. وشفنا إحنا في مناطق تل أبيب وعسقلان وأسدود اعتداءات مباشرة من مواطنين ومن أفراد شرطة ومن أفراد مخابرات على طواقم تلفزيونية، منها طاقم تلفزيون العربي وأيضا طاقم تلفزيون بي بي سي، وأيضا حتى الأجانب لم يسلموا من ذلك والإسرائيليين لم يسلموا من ذلك. نعم. لأنه أصبح هناك حالة عداء للصحفيين، لأنه إسرائيل بتحاول أنه من لا يتفق مع رواياتها أو من يريد أن يبرز الحقيقة فهو معادي لها وهو غير سامي. أوكي؟ فمن لا يتفق مع الخطاب معها أصبح هو هدف. طب أستاذ وليد، كيف للصحفيين أن يحموا أنفسهم في ظل ما يحدث؟ يعني هل نقابة الصحفيين الفلسطينيين تحميهم؟ هذا السؤال أسأله دائما. نعم. وقبل شهرين تقريبا كنت في مؤتمر دولي في بون وكان في حديث عن يعني حماية الصحفيين وإلى آخره، وقلت لهم أنا صار لي 30 سنة بروح على مؤتمرات وبسمع حكي. والسؤال اللي دائما بنسأله كيف المنظمات الدولية وكيف العالم ممكن يحمي الصحفيين؟ نعم. وهذا السؤال اللي 30 سنة بحاول أفتش على إجابة له، لم تجد إجابة له حتى الآن للأسف. حتى أنت سؤالك لما سألتيني لا أستطيع أن أجد عليه إجابة. ما لم يكن هناك محاسبة حقيقية للمجرمين اللي بيقترفوا انتهاكات وبقتلوا ومعروفين. نعم. يعني من قتل شيرين أبو عقلة معروف بالاسم وهو حر طليق، لم يحرك العالم ساكنا. وللأسف يعني ما أثار قضية شيرين أبو عقلة هو أنها كانت تعمل لقناة الجزيرة. نعم. وأنها تحمل الجنسية الأمريكية. هناك الكثير من الصحفيين يعني هم فقط أسماء الآن اللي استشهدوا في قطاع غزة، إن 11 واحد ستبقى ذكراهم خالدة، ولكن يعني ممكن ما يتحدث عنهم الإعلام في ظل التضحيات اللي موجودة في قطاع غزة، أعداد الشهداء الكبيرة. يعني هم قضيتهم راحت مع القضية الأعم. للأسف إنه المنظمات الدولية، يعني حتى هذا السؤال أنا لما سألته في بون كانت هي نائبة الأمين العام للأمم المتحدة قعدت تحكي لي ربع ساعة عن كيف هم أدانوا مقتل شيرين أبو عاقل. نعم. هل الإدانة تكفي؟ لا طبعا. الهروب الإفلات من العقاب هو يجب وضع حد لهذه المسألة. الإفلات من العقاب في كل دول العالم، أنا لا أتحدث عن فلسطين، إنما الصحفيين هم يعني مستهدفين في جميع دول العالم التي لا تريد الصحافة أن تعمل بحرية. فبالتالي مسألة الإفلات من العقاب يجب أن تكون على سلم أولويات المنظمات الدولية. طبعا. يعني السؤال القادم رح ألغيه من عندي. السؤال القادم كان هل يوجد تحركات دولية لوقف الاعتداءات الإسرائيلية على الصحفيين؟ أجاب. أنت أجبت أستاذ وليد. يعني أنا أجبت، ولكن نعم. بعيد بأكد أنه هناك يعني مثلا أنا عضو في المجلس التنفيذي لمعهد الصحافة الدولي. نعم. نحن نحاول يعني بكل ما أتينا من قوة أنه إحنا نبرز هذه الانتهاكات لعل وعسى يعني تستجيب المنظمات الدولية لذلك، أو على الأقل إحنا نفضح هذه الجرائم في كل العالم. أستاذ وليد، قديش صوت الحق الآن مفتقد لشيرين أبو عاقلة؟ قديش مكانها خالي بالصحافة التي تظهر الحقيقة؟ يعني بالتأكيد شيرين يعني لم تكن فقط صحفية مميزة، وإنما كانت صديقة. أنا وياها كنا في مكتب واحد. نعم. ما كنت أعمل في الجزيرة الإنجليزية. نعم. نعم. بالطبع يعني شيرين وجميع الزملاء اللي استشهدوا برصاص الاحتلال وبغارات الاحتلال
سواء كانوا بفلسطين أو في مناطق أخرى يغطوا الصراع الفلسطيني الإسرائيلي. أعتقد أنه يعني دائما أي خسارة لأي صحفي أو صحفية صح. هو خسارة للحقيقة. نحن يعني الأمر لا يرتبط بشخص واحد صح. وإنما صح. يعني العمل الصحفي برمته. يعني شيرين هي رمز رمز صح. رمز عن كل طبعا. نعم الذين استشهدوا في سبيل كلمة الحق. المسألة تعدت وتخطت أيضا الاعتداء المباشر. نعم. هناك حملة شعواء من قبل منصات التواصل الاجتماعي على المحتوى الفلسطيني. صح. صح. يعني في كثير يعني هذا صار له فترة ولكن ازداد بالفترة الأخيرة. السلطات الإسرائيلية تعتقل الفلسطينيين في 48 بسبب منشورات لهم أو بسبب إعجابهم لمنشور أو بسبب فولو. نعم. لمنشور أو التفاعل حتى لو كان غير مباشر. نعم نعم حتى التفاعل الغير مباشر. يعني دلال أبو آمنة الفنانة الفلسطينية يعني حطت آية قرآنية لا غالب إلا الله. الحمد لله مبارح أعلنت أنه عادت إلى بيتها بعد يعني طبعاً. ولكن عصيبة. تخيلي إذا أنت بتحطي آية قرآنية أصبح ذلك يعني عمل يعاقب عليه القانون يعاقب عليه طبعًا. القانون أو تحاسب عليه صح. أو على الأقل تعتقل وتساءل عليه. نعم. هذه مسألة غاية في الأهمية لأنه بالتالي أصبح الناس لا تستطيع التعبير عن رأيها. الناس بتخاف تحط أي شيء أوكي. فمهم جدا الواحد ينتبه لهذه المسألة أنه الانتهاكات يعني مش كل يوم يقتل صحفي ولكن كل يوم تقتل الحقيقة. كل يوم تقتل الحقيقة عليك. أستاذ وليد البطراوي يعني المؤمنون بالقضية هم فقط القادرون على استرجاع أراضينا الحبيبة المقدسة. لك كل الاحترام لكل صحفي لكل صاحب حق لكل قلم وصوت لا يرتجف. إحنا كصحفيين أو كإعلاميين من منابرنا ومواقعنا نضم صوتنا لصوتكم بنشد على إيدكم وفخورين بأننا ننتمي إلى نفس المهنة التي أنتم تعملون بها. شكرا لكم. وإحنا بنحييكم بنحيي كل الصحفيين الأحرار والكلمة الحرة في كل العالم. نعم. وإحنا فعليا أستاذ وليد الزملاء الصحفيين اللي أقرب لقلوبنا زملائنا في الأردن. الله يخليك. شكرا. وإحنا فعليا وحرفيا تشرفنا بهذا الاتصال. تشرفنا بكل ما للكلمة من معنى أستاذ وليد. الله يحميك. شكرا لك. شكرا لك. شكرا لك.